السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية بالسوفت كومبيوتينج اللي هو اللوجيك جيت. اللوجيك جيت عندنا مجموعة بوابات لازم نكون حافظينها، تمام، ومعادلاتها. المعادلات ما يفضل تحفظها، نعم انه ممكن تستخرجها بطرق اخرى او تكون معادلات مختلفة، لكن يفضل تحفظون هاي للسهولة. قبل ما أنطيكم طريقة لحفظ المعادلات، أريد أنطيكم ملاحظتين. الملاحظة الأولى، في حالة أنه كان المدخلات أنه أو هذن الإكسات أو شوف شنو أنطيك بالسؤال، إذا كان أكو عليهن داش وحدهن، يعني واحدهن مو اثنيناتهن، لازم نحولهن، لازم نتخلص منهن. فهسه إكس 1 داش في إكس 2 داش راح يصير شنو؟ إكس الفي راح يصير زائد، الداشات يروحن يصير داش للكل، تمام. هذا عكسه، هذا انه داش داش هناك وزاد، فالزاد يروح يصير ضرب، وهذا الداش يروح على الداش يصير عليهن نوت، تمام. الملاحظة الثانية انه معادلة الاكس اور والاكس نور يفضل انه تحفظها. هسه هاي شلون ممكن تفككها وتبسطها؟ انه مجرد هاي تحولها نفس هاي وتتبسط، وراح ناخذ مثالها. اما الاكس اور راح اخلي لكم هاي الصورة مثل ما تشوفون، هاي التفصيل مالتها لحد ما توصل للتبسيط الأخير. كل سهل، لازم تفهموا وتعرفوا، تمام. زين، هسه راح نرجع نعطيكم طريقة لحفظ البوابات. احنا بالبداية انت عندك تخلي اند اند لو اور الاند. ليش اند؟ حتى انت تحفظها. الان شوفوا بدايتها اي، معناها هو اول حرف من حروف الانجليزيه، فيعني تخليه اند، تمام. شنو عكس الاند او شنو دائما وياها او بمواجهتها؟ هي الاور، تمام. هسه خلصنا، عرفنا اول اثنين اند واور. بعدين شو اخلي؟ اخلي نوت. هو النوت يعني معناها انه راح يودين بعد للنوتات. شو راح اخلي وراها؟ راح اخلي نور، واخر شيء خلي ناند. ليش بعطله؟ بقى حتى نحفظها، حتى نحفظها سوا. يلا، اول شيء راح اخلي اند. ليش؟ لانه اخلي ببالي اكو اي، واخر شيء هم اخلي اند، بس شنو؟ بس ناند، اخلي اين له. هسه الاول والاخير افتهمنا. نجي الاول احنا عرفنا، الثاني هو عكس الاول اللي هو اور، بعدين راح نتحول للنوت يبقى النور. افتهمنا؟ هاي عرفناها. هنا راح المعادلة، أول شيء المعادلة راح تكون x1 زائد x2 ناقص 1. هاي احفظوها، حفظتوا هاي راح البقية تحفظوها. الجواها فقط هذين نضيف لها 2، x زائد 2 x2 ناقص 1. النوت بما أنه دخل النوت يعني نيجاتيف، يعني صار العكس، يعني شنو؟ راح يصير سالب x1، وهذا راح يصير عكس، يصير موجب، راح يتحول للموجب، واحد عكس الثاني. النور هي نفس اول معادلة بس عكس، يعني عكس الاشارة، سالب 1 سالب x2 موجب x1، عكس الاشارة. الناند هي نفس الفوق، نفس الفوق بس بما انه اكو انين راح يصير زائد 2. بس عرفتوا؟ هاي ببساطة شلون تحفظ المعادلات. زين، ورا ما عرفنا انه شلون المعادلات تنكتب وأخذنا الملاحظتين، راح ناخذ الأمثلة. مثل ما تشوفون هذا المثال قدامكم. طبعا السؤال مالت المنطوق والسؤال مالت البوابات راح يكون ظاهر قدامك، فقط انه ممكن تدريس راح يغير لك المعادلة. زين، هسه عندي هاي المعادلة، احنا ما منطيني اياها بالاكسات، منطيني اياها اي بي، يعني مو مشكلة، كأنما هذا x1 وهذا x2، فما يكون مشكلة. حتى نحل انه اول خطوه اريدك تعرفها انه تعرف انه كم انبوت عندنا، يعني حتى شوف هنا شوف كم شيء مختلف عندنا، عندنا اي وعندنا بي، يعني انبوتين. حلو. ثانيا اريدك تعرف اكو فد مشكله، يعني شنو المشكله؟ مشكله مثل هاي، يعني تكون فد اكس على واحد هداش، يعني مو على اثنيناتهن. تشوف اكو مشكلة؟ لا. اكو فد اي و لا ماكو، فاذا ماكو مشكلة. ثالثا تجي تكتب البوابات، كم بوابة بالمعادلة؟ فواحد.
شلون اعرف كم بابه، ها شلون استخرجها، اجي اشوف، اجي ابلش باول وحده، منا ابلش منا وتروح اول وحده شنو اشوف اي زائد بي، عندنا هيج بابه اي هي اور، فقبل اقول انت يا ابو اور. ثانيا اجي اشوف اتمشى منا هنا ايش واجهتني، الاند، فراح اكتب الاند، يعني هاي هاي بينات نضرب فاكتب اند. ثالثا اجي اشوف يابا انت عندي هيج بابه انه اي زائد بي وعليه نور، هسه لو ماكو النوت هذا نور وعندي نوت فصار نور، عندي بوابة نور، هي عندي هياتها بوابة نور فأكتب بوابة نور. فالخطوة الثالثة خلصنا. الخطوة الرابعة يعني الخطوة الرابعة شنو؟ انه اكتب المعادلة، معادلة كل واحدة. فأقول المعادلة الأولى قلت لكم انه فقط هنا تغير اي وبي، فماكو مشكلة، فراح يصير اي زائد بي ناقص واحد، وهنا الاند، عفوا هذا اثنين هاي اور، اثنين هاي اثنين، زين وهنا شنو المعادلة مالت الاند اللي هي اي زائد بي ناقص واحد، والنور هي شنو راح تكون؟ راح تكون سالب واحد، سالب اي سالب بي زائد واحد. هذا البي شي يمثل؟ هذا يمثل البايوز، تمام، هذا يكون بايوز. هسه راح نعرف شنو البايوز. هسه وين راح نجي؟ راح نجي للرسم، نجي نرسم. شلون ارسم؟ انتبه لي على خطوات الرسم. هسه هاي اربع مواد اكتب، هسه خامسا الرسم. شلون اكتب الرسم يا عيني؟ ابجي ابلش باول بوابة تصادفني، انا راح اتمشى منها من الواي، شنو صادفتني؟ صادفني الاور، فالاور راح يصير بالبداية، ها قبل ما اكتب الاور لازم اكتب المدخلات. فأنا عندي يا مدخل، عندي مدخل الـ A، عندي مدخل الـ B، وعندي بعد عندي البايوز، كتبته خلصنا. هاي الخطوة الأولى بالرسم. الخطوة الثانية بالرسم أجي أشوف منه أول بوابة شنو صادفتني الـ OR، فأخليها لي فوق، هي راح تكون الفوق، فهاي صارت OR. أجي وياها اللي خما أخلي الأند، لا لأن الأند يربط بيناتهم، اخلي هاي الصفحة، هاي صفحة شنو؟ نور، فراح يصير جواها بالضبط نور، تمام. هسه اجي شنو اوصل لكل وحدة، هاي جايت لها وحدة من الاي، وحدة من البي، وحدة من البي، البايوس، تمام. هاي هم نفس الشي، جاي لها وحدة منا، وحدة منا، وحدة منا، حلو زين. اجي شنو البوابة اللي تربطهم؟ دا اشوف اند، فاجي اخلي هنا اند تربطهم، هاي يربطه هاي يربطه، وهاي الاند راح يصير هو الاوتبوت، يعني راح يطلع من الاند راح يطلع، ليش؟ بعد هاي المعادلة انتهت. حلو هاي الرسم خلصنا، لا بقى عندنا شيء اسمه الويتات. كيف نستخرج الويتات؟ انت ما دام حافظ المعادلات راح تجي شلون تنزلها. اجي اشوف الاور، هاي الاور شنو بصف الاي؟ اثنين، فاذا هو راح يجي منا اثنين، هاي ويت مات الاي. شنو مات البي؟ اثنين، اذا هنا اثنين. شنو البايوس؟ سالب واحد، فصار سالب واحد. هسه عرفنا الويتات شنو؟ هاي الويتات. اجي مات النور، النور شنو اللي بصف الرقم؟ سالب واحد، اجي من هذا سالب واحد، من البي ايضا سالب واحد، من البايوس هو واحد، فاجي منا جاب الواحد. حلو انتهينا. راح تجي هنا راح تخربط، يقول محمد وين الاي وين البي حتى انا اعرف؟ هنا هذه راح يصير الفوق راح يصير هو الاي، والجو راح يصير هو البي، لا تخربط، كانما عندي هاي انبوتات. حلو، فاجي اشوف شنو الاند، شنو اللي بصفه؟ واحد، فجايه واحد، شنو بصفه؟ واحد، فجايه واحد. حلو، بقى شين؟ بقى البايوس، فاجي اسوي له بايوس هنا واحد، هذا بي وجايه، زين شنو البايز ما تجي رقمه موجب واحد، فلهنا خلصنا الحل. عرفتوا هسه شلون السالفه شلون صارت؟ كلش بسيطه. اجي راح اخذ مثال ثاني، مثال ثاني نجي اول شيء نشوف كم مدخل عندي، عندي اكس 1 واكس 2، ما عندي بعد، فعندي عندي اثنين. حلو، ثانيا
اجي اشوف اكو مشكلة، هنا ماكو مشكلة، هنا ماكو مشكلة، احنا اكو مشكلة لانه عندي اكس 1 وعندي هاي واحد. زين هاي شلون احلها؟ محمد انطاني ملاحظة، قال لي اذا كل وحدة عليها واحد وبيناتهم ضرب راح يتحول الى زائد وفوق راح يصير شنو؟ داش. فحلو، فاقول واي يساوي اكس 1 اكس 2 زائد، هذا ايش راح يصير؟ صفر زائد بيناتهم اكس 1 واكس 2، ايش راح يصير؟ كله نوتس. هسه اكو مشكله، اجي تشيك من جديد، ماكو ماكو هنا ماكو. ليش؟ لانه انا عندي هاي البوابه اللي هي نور. فاقول تمام، ثاني واحده كملت. ثالثا اكتب البوابات. يا بت ايش عندك يا بوابه؟ اجي من هنا ابلش. بوابه الاول انت، بوابه الثاني شنو بيناتهم؟ هو الاور. بوابه الثالث شنو؟ نور. تمام، كلش ممتاز. هسه جي اكتب معادلات كل وحده، انا حافظهن، مفروض حافظيهن انتو. x1 زائد x2 ناقص 1، الاور 2 x1 زائد 2 x2 ناقص 1، النور سالب x1 سالب x2 موجب 1. اجي للرسم، عندي شنو؟ هسه هذا خلصنا، نجي للرسم. الرسم قلنا اول خطوة شوف اكتب الانبوتات اللي هي x1 وعندي x2 وعندي البي. حلو، اجي ابلش منها اتمشى، ما عليكم بالمعادلة اصلا، تجي على هاي المعادلة. شنو اول شيء يواجهني؟ اند، فاخلي اند هنا، خليت اند هنا. البوابة الثانية طبعا ما راح اخذها، اللي يربط بيناتهم اخذ اللي بجي الصفحة. شنو البوابة؟ نور. فأقول يا بيت نور، فالنور جاية واحد منا، جاية واحد منا، جاية واحد منا، الأند جاية واحد منا، واحد منا، واحد منا. زين شنو اللي يربطهم؟ يربطهم أور. فأقول يا بيت أور، جايك واحد منا، جايك واحد منا، وأيضا جاي البايوس منا، وراح هذا طلع الأوتبوت. زين بقى انه اخلي الويتات، اجي اخلي ويتات شنو؟ الاند. الاند شنو بصفه؟ واحد واحد، فاخلي واحد واحد. شنو هذا؟ سالب واحد، فاخلي سالب واحد. اجي النور، النور شنو؟ سالب واحد سالب واحد، فاخلي سالب واحد سالب واحد. شنو واحد؟ فاخذ واحد. هسه شنو عندي؟ هسه هذا صار اكس 1 وهذا صار اكس 2، هذا صار الانبوت مالتي للاور. فاول وحده شنو هي؟ اثنين، فاخلي اثنين. ثاني وحده هو اثنين، والبايس مالتي سالب واحد، فصل سالب واحد. هسه لهنا خلصنا حلنا وبكل تفوق ان شاء الله يا رب فهمتوا الفكره. بقى انه فقط اعطيكم اكزامبل، اذا كان بالعكس انه اعطاني رسم وراد المعادلات المعادلات والويتات، فان شاء الله انتبهوا وياي. السلام عليكم، رجعت لكم. هنا ايش رايد؟ هو منطيك الرسم يقول انا اريد المعادلة من عندك، شلون تفكر بالمعادلة طلاب؟ تجي اول دائرة اللي فوق، ما عليكم البايوس، تمام؟ اول دائرة هي الان، بس قبلها فكر لي كم مدخل عندي؟ عندي اثنين، فاقول انا عندي مدخلين. حلو، هسه انا عندي شنو؟ عندي الان. حلو، اجيب الان، فبما انه انا عندي اول دائره، اشوف اول دائره اللي فوق شنو؟ ان. فاذا شنو؟ اكو ان بين هذا وهذا. فقبل اقول الواي يساوي عندي اكس 1 في اكس 2. هاي خلصنا اول دائره. نجي على ثاني دائره، عندي نور، اذا اكو نوت، اذا اكو اور اول شيء بين اكس 1 واكس 2، يعني شنو؟ هذا زائد اكس 2، بما انه قايل نور اخلي نوت فوقه. زين هذا مخلصنا. زين شنو بيناته او شنو اللي يربطهم؟ اور، فاذا هاي اكو زائد. هاي طلعت المعادلة انت، تمام. زين واذا قال لك مثلا طلع لي كل بوابة ايد المعادلة مالتها، طبيعي طلاب، يعني مجرد هسه مثلا بوابة الاند، خلينا نقول
بوابة الآند. انت شو تقول؟ انت راح تقول انه هاي الآند جاية من شنو؟ x1 زاد x2، وتشوف انه البايوس الها يعني واحد واحد، قصدي القيمة اللي بصف الواحد هاي واحد زائد x2 طبيعي. البايوس مالتي شقد جاي للآند؟ جاي سالب واحد، فأقول سالب واحد. تمام، كلش طبيعي. خاف تجيكم هيجي الفكرة، قلت لازم أشرح لكم إياها. وإحنا خلصنا محاضرتنا، إن شاء الله يا ربي فهمتوا عليها.